عادي بيقول لك امثله على استعمال انطاق البسط. اعمال انطاق البسط يا شباب يعني يكون عندك جذر اصم، جذر ما تعرف قيمته، وتبدا تنطق وتتخلص من الجذر. انطاق البسط او المقام، يعني تتخلص من الجذر في البسط والمقام. اذا عوضنا في هذه اللي احنا شرحناها من شوي طلع صفر على صفر في الاول، لذا سننطق البسط لانه ما يمكن تحليله. طريقه انطاق البسط بضرب في المرافق اللي هو جذر اكس زائد 3 بسطا ومقاما. زين، طريقه الضرب الاول في الاول جذر اكس في جذر اكس هيطلع اكس، وثلاث سالب 3 في 3 في سالب 9 على جذر اللي تحت اكس ناقص 9 في اللي جنبه اكس جذر اكس زائد 3. هحذف العامل الصفري مع بعض هيطلع نهايه 1 على جذر اكس زائد 3، وبعدين اعوض عن اكس ب 9 هيطلع في الاخر الحل 1 على 6. في حد عنده سؤال؟ طيب اللي فيه هذه المساله اكتب لي في الشات 1. استاذنكم اي واحد فيهم المساله اكتب في الشات 1. تمام الحمد لله. عبد الرحمن الشيخ شير كاتب 2، معنى كده انه ما فهم. ماشي يوسف ما فهم، تفهم من الثاني ان شاء الله يوسف. خلاص يلا مع بعض. بيقول احسب نهايه كل مما ياتي. يلا على السبعين، خلينا نشوف. احسب نهايه كل مما ياتي 4x على جذر x زائد 1 على ناقص 1. هل في احد يستطيع يساعدني في الخطوه الاولى اللي هي خطوه التعويض؟ هل ممكن احد يساعدني في خطوه التعويض شباب؟ ساعدك. ممكن عمر؟ في احد غير عمر؟ طيب طيب تفضل يا عمر. صفر في 4 يعطيني صفر. عوض عن الاكس بقيمتها، الاكس بتقترب من صفر يبقى عوض عن الاكس بصفر، يبقى اكس بصفر 4 بصفر على صفر ناقص زائد 1 يساوي 1. تمام ناقص جذر الواحد يساوي 1. يعني هيكون هنا 1 ناقص 1 اللي هو فيها 0 0 وفوق عندي 0 و 4 0 0 0 على 0 كمية غير محددة أو التعبير غير محدد. يبقى في هذه الحالة مضطر إن أنا أحسب، يمكن تحديده يعني هو كمية غير محددة لكن أستطيع إن أنا أحددها. المسألة السابقة كان التحديد بتاعها 1 على 6. طيب هنا انا عندي عامل صفري، العامل الصفري يا شباب مين يجيبه لي؟ شو العامل الصفري اللي انا ابغى اوصل له في الاخر عشان احذفه؟ اتوقع سالب صفر يا استاذ. اكس ناقص صفر. طب واكس ناقص صفر يعني ايه؟ يعني اكس. يبقى انا لازم هنا اتخلص من الاكس اللي هذه اللي في البسط اللي مسببه لي المشكله، واتخلص من اكس تحت بعد. طيب الطريقه ان انا طبعا البسط يا شباب ما في يعني لا يمكن لا تحليله ولا يمكن ان انا اعمل انطاق مقام له بالضرب في النهاية. السلام عليكم. لكن ممكن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عبد العزيز. لكن المقام هو اللي ممكن انطقه، فبكتب يساوي وابدا افكر ما هو الشيء اللي ينطق المقام، يعني ما هو مرافق المقام. نهايه لما الاكس تؤول الى صفر البسط هو كما هو 4x، المقام هيكون كما هو بعد جذر x زائد 1 ناقص 1. طيب هذا مرافق المقام، من يعطيني اياه؟ من يعطيني مرافق المقام اذا كان المقام نفسه جذر x زائد 1 ناقص 1؟ اغير اي اشاره، الواحد هذه ولا الواحد الاشاره الموجب اللي جوه ولا السالب اللي بره؟ اتوقع جوا. لا بنغير اشاره اللي بره، هذا كله اسمه الحد الاول وهذا كله اسمه الحد الثاني، غير الاشاره اللي بينهم اللي هو سالب 1 اللي هي السالب، فهذا تبقى موجب 1 والاول كما هو اللي هو جذر اكس زائد ايش؟ 1. اذا ضربت في هذا تحت يبقى لازم اضرب فيه هو نفسه فوق عشان ما اكون غيرت شيء، يبقى فوق هيصير جذر اكس زائد 1 وبعدين زائد 1 يساوي نهاية لما الاكس تؤول الى صفر. اجي هنا ابدا اضرب العددين المترافقين
اول شيء ال 4 اكس موجوده فوق والاكس هذا اللي ما اريده فحافظ عليه علشان اهدفه في الاخر. هذا 4 اكس والقوس هذا يبقى كما هو جذر اكس زائد 1 ناقص عفوا زائد 1 بره زين. تحت بقى طريقه الضرب، اذا ضربت عددين مرافقين هتضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. الاول في الاول كيف اضرب جذر اكس زائد 1 في جذر اكس زائد 1؟ كيف طريقه ضرب هؤلاء؟ هو نفسه بس بشيل الجذر فيصير اكس زائد 1 للجذر في نفسه الجذر يروح. بعد ذلك سالب 1 ضرب 1 هذا بيعطيني سالب ايش؟ سالب 1. الان هلاحظ اني عندي موجب 1 وسالب 1 يتم حذفهم مع بعض. تبقى عندي ايش تحت؟ ايه اللي تبقى عندي؟ تبقى عندي اكس يمكنني حذفه مع اكس اللي فوق. خلينا اغير اللون عشان استطيع ان انا اسوي لون بعد ما ضيق. اضغط المؤشر لون الحبر صار لون برتقالي. الان عندي 4 اكس فوق يمديني احذفها مع الاكس اللي باقيه تحت بعد ما حذفت الواحد مع السالب 1. هتبقى لي في البسط يساوي هتبقى لي الأربعة افتح قوس جذر اكس زائد 1 زائد 1 على هنا لما حذفت 1 مقصود هذا صفر وبعدين اكس مع الاكس فيها الواحد يبقى هذا يروح فيها الواحد وهذا كان يروح فيها الواحد عند الحذف في القسمه 1 نهاية هذا الكلام. نعوض الآن عن الإكس بقيمتها. الإكس بقيمتها كم؟ صفر. يبقى بيساوي ها شباب عوضوا يبقى 4 4 ضرب جذر صفر زائد 1 فيها 1 يعني الواحد يجذر الواحد كم؟ جذر الواحد 1 زائد 1 تمام. يبقى هنا هذا بواحد زائد 1 يصير 2 2 اضربهم في 4 هي موجب يعطيني يعطيني ان نهايه هذا المقدار 8. يبقى نلخص اللي حصل. اللي حصل ان انا عوضت اول شيء بقيمه اكس اللي هي دي صفر فاعطاني البسط والمقام صفر كميه غير محدده يمكن تحديدها. هنا حددناها طلعت في الاخر لما حددناها ب 8. طيب جينا عشان نحل المفروض اول شيء ادور على التحليل. ما عندي تحليل لكن انا عارف العامل الصفري اكس ناقص صفر يعني اكس هذا اللي عرفت اتخلص منه حليت المساله الاكس هذه اللي تخلصت منه في الخطوه هنا يوم ما حذفت الاكس مع الاكس. فاكتب البسط كما هو 4 اكس والمقام كما هو اللي هو اكس زائد 1 ناقص 1 ثم اضرب في مرافق اللي فيه الجذر اللي هو مرافق المقام جذر اكس زائد 1 اغير الاشاره هذه بس يبقى يصير زائد 1 واضرب فيه فوق وتحت. طريقة الضرب اللي فوق كما هو مفيش مشكلة مصعب حياك الله بس جاي متأخر جدا. اللي فوق يبقى كما هو اللي تحت طريقة الضرب الأول في الأول بأن الجذر بيروح مع الجذر يتبقى لك إكس زائد 1 بعدين سالب 1 ضرب 1 بيعطيك سالب 1 زين. بعد ذلك أبدأ أتخلص حاصل تحت موجب 1 وسالب 1 هيروحوا مع بعض فيتبقى عندي 4 إكس في القوس فوق مع اكس تحت احذف الاكس مع الاكس هيعطيني الحل 4 في القوس اعوض عن الاكس بصفر وصلت للحل. طيب انا بحل بعد هذه النهايه وانتم بتحلوا اللي بعدها اتفقنا؟ ولا تحلوا انتم احل انا الاخيره وانتم تحلوا قبل الاخيره؟ اختاروا 9 ولا 10؟ احل 9 ولا احل 10؟ اكتبوا في الشات. حل 9 يا استاذ حل 9. بس ايش رايك 9 ولا 10؟ باسل يبدو انه ما عنده مايك صاحب باسل ولا ما معك مايك؟ انا اختار انا اختار اختار يا عمر اختار ابغى اشوف السوا العشرة قبل هذا طيب سو هنا حاضر بس خليني اغير لون القلم خذ القلم نختار اي لون يا الله نختار اي لون شباب ايه رايكم؟ ازرق لو نحب صار الازرق ماشي
هذه رقم 9 وهذه رقم 10. احل اي واحده وتحل انت اي واحده. بحل انا 9. نحل 10 يعني؟ وانت تحل 10. يلا 9 هنبدا بالخطوه الاولى. بعد هنبدا الخطوه الاولى ايه يا شباب؟ عبد الله نطيري الخطوه الاولى. تعويض يسار. التعويض عن الاكس بكم؟ عن الاكس بصفر. بصفر يبقى 2 ضرب 0 والمقام 3 ناقص جذر كم؟ عوض يا عبد الله. شيل الاكس ووضع مكانها كم؟ جذر اكس زائد 9 يبقى 0 زائد 9. عوض مكان الاكس يكمل يساوي 2 ضرب 0 كم شباب؟ صفر. صفر وثلاثة ناقص ثلاثة جذر 9 اللي هو ثلاثة. ثلاثة ناقص ثلاثة كم؟ يصير صفر على صفر. صفر على صفر ماشي. صفر على صفر هذه اللي نسميها كمية غير محددة. كمية غير ايه؟ سمى كمية غير محددة. غير محددة يعني غير تختلف عن غير معرفة. غير محددة يمكن تحديدها. يمكن ايش؟ تحديدها. بس هي امامي مختفية بس يمكن نحددها. طيب عشان احددها الاحظ ان انا عندي جذر. اذا كان جذر اضرب في المرافق. طيب واحد بس يعلمني يا شباب ما مرافق المقام. المقام هنا اللي هو 3 ناقص جذر 9 اكس زائد 9 ما مرافقه؟ ما المرافق؟ مرافق الاستاذ 3. 3 تبقى 3 نعم. زائد جذر اكس زائد 9 نعم. ليه شباب؟ لان انا عندي هنا حدين. الثلاثة الحال حد والجذر اكس زائد 9 حد. بغير اشاره اللي بينهم. لو سالب خليها موجب، لو موجب خليها ايه؟ سالب. طيب هي سالب خليتها موجب. واذا ضربت في المرافق في المقام اضربه في البسط يبقى 3 زائد يا يوسف جذر اكس زائد 9. يبقى انا هضرب في المرافق هذا. طيب هضرب من في المرافق؟ هضرب الكميه نفسها. طب وهي الكميه اللي هي 2 اكس على 3 ناقص كم شباب؟ جذر اكس زائد 9. هذا كله المطلوب ان انا اوجد له نهايته ليميت بتاعته لما الاكس تقترب من الصفر. هيكون هذا الكلام بكم. طيب طريقه الضرب يساوي ايش هسوي في اللي فوق يا شباب؟ ايش هسوي في البسط؟ البسط هنا هل في العامل الصفري؟ العامل الصفري كم؟ من يذكرني؟ العامل الصفري هو لا العامل الصفري يجي من تحت الليمت اللي مسبب لي الصفر اللي اوجد لي صفر على صفر اللي اوجد لي المشكله. اكس اكس ناقص صفر اللي هو كم يعني اكس ناقص صفر؟ اكس اللي هو اكس العامل صفر اكس موجود في البسط صح؟ جاهز خلاص؟ احافظ عليه علشان ارجع احذفه بعدين تمام؟ وابقي كل شيء كما هو يعني البسط ينزل كما هو 3 زائد جذر اكس زائد 9. انا ما غيرت شيء. نيجي بعد كده المشكله بقى في المقام ما كان في اكس، في اكس زائد تحت الجذر مع 9 واشياء. ففي هذه الحاله اضرب. طريقة الضرب أتذكر أن هؤلاء مترافقين. طريقة الضرب المترافقين سهلة، الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني. فلو سألت يوسف 3 في 3 كم؟ أكيد هيقول 9. 9 يا أستاذ. نعم. بعدين سالب ضرب موجب سالب. طيب كيف أضرب جذر إكس زائد 9 في نفسه؟ جذر إكس زائد 9. ها؟ كيف طريقة الضرب جذر في نفسه؟ تربيع الجذر يروح بس وينزل ما تحت الجذر اللي هو ايه؟ اكس زائد 9 تمام؟ الان يساوي البسط ما هغير فيه شيء، تحت هنا السالب هيدخل على اكس يخليه سالب اكس ويدخل على 9 يخليها سالب 9. يعني 9 الاولى تنزل وهذه هتصير سالب اكس وهنا سالب 9. وفوق هيصير عندي كما هو 2 اكس مضروبه في 3 زائد جذر اكس زائد 9 تمام شباب؟ طيب الان تحت ممكن احذف ايش مع ايش؟
اللي ممكن احذفه تحت، اللي ممكن يحذف. ما في شيء يحذف تحت؟ لو ما في عدد في المقام ممكن احذفه؟ تسعة موجب نقص. تسعة يا استاذ، تسعة. تسعة نقص. التسعة مع التسعة صح؟ صح. طيب التسعة مع التسعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هنا. التسعة مع التسعة، بسم الله بسم الله. نعم، خلاص يبقى أنا أحذف هنا التسعة هذه مع التسعة. تمام، إيش باقي عندي فوق وإيش باقي عندي تحت؟ عندي تحت سالب إكس وعندي فوق 2 إكس. الإكس تروح مع الإكس. بس هنا سالب إكس فيطلع فيها سالب إيش؟ سالب واحد. وفوق كم؟ 2. طيب الآن 2 لو قسمت على سالب واحد يعطيني كم؟ 2 تقسيم سالب واحد. فيها سالب 2. سالب 2. وبعدين القوس كما هو؟ إيش باقي عندي داخل القوس؟ عندي داخل القوس اللي هو ثلاثة زائد ثلاثة زائد جذر إكس زائد تسعة، هعوض في الآخر عنها بصفر، والمطلوب نهاية هذا لما الإكس تقترب من الصفر. الآن هنعوض عن الإكس بصفر، يعني هيتساوي فوق برة فيه هنا سالب 2 مضروبة في القوس ثلاثة زائد جذر مكان الإكس عوض عنها قيمتها اللي رايح عليها اللي هي صفر زائد تسعة. صفر زائد تسعة كم؟ صفر زائد تسعة تسعة، تسعة. جذرها ثلاثة، ثلاثة موجب. ثلاثة زائد ثلاثة ستة. ستة ضرب سالب اثنين سالب يطلع كم الحل؟ سالب اثنان. شو يبقى الحل في الآخر؟ هيساوي سالب 12. سالب 12. يبقى الليمت هنا في الآخر نهاية هذا المقدار حددناه أنه هو هيطلع عندي في الآخر بالسالب 12. ها في سؤال؟ عادي اللي ما هو فاهم خطوة يسألني، اللي ما هو فاهم خطوتين يسأل عادي. بس لا وثلاثة يسأل، أربع خطوات لا تسأل. طيب في أحد يبغى يسأل؟ طيب خلاص وعدت أربع خطوات يمديك تسأل. ها ما شاء الله كل فهم والله ممتازين جزاكم الله خير. تفضل حل، يلا توكل على الله، ابدأ حلها، اكتبها عندك وحلها و صورها لي وارسلها لي على الواتس وبعرضه هنا. يلا تفضل نفس الطريقة للماضي. بعد ما تنتهوا من كتابتها علموني على أساس أرجع لكم الأولى تنظروا لها. اللي يكتب اللي انت يكتب انتهيت. عبد الله عمري كاتب تسعة، كان الحل. عبد الله ما واضح انه ما عنده مايك. طيب اللي انتهى من الكتاب من كتابتها يكتب ثلاثة، يكتب عدد ثلاثة او انتهيت. ماشي عمر شنو كتب؟ انتهيت. اللي انتهى من كتابتها يكتب ثلاثة يا شباب بالشات. بس اللي انت من نقلها بس نوم الحل. يوسف خلص كتابه؟ عبد الله الشهري خلص كتابه؟ علي السبيل؟ أنا شايف أحد يقول خلصت ولا مش طيب أكيد خلصت. هذا كان حل الأولى. أرجع مسألة.
الشخشير ايش اللي نسيته طلع؟ هذا شوف الشخشير يا شخشير. لا لا انا ما ابغى كده، ابغى تصور لي اللي انت حليته وترسلها. ابغى تصور لي الصورة يعني. شناوي شباب ايه رايكم نعرض حل الشناوي ولا نستنى؟ ما في احد عنده راي؟ خلاص يبقى اعرض حل الشناوي. حل الشناوي يا شباب يلا نشوف مع بعض. الشناوي اول شيء عوض عن الاكس بستة، طال فوق جذر 6 زائد 3 يعني جذر 9، هذا ب 3، 3 ناقص 3 0 صار 0 على 0، تحت 6 ناقص 6 0، اذا كميه غير محدده. تمام، العامل الصفري هو اكس ناقص 6. ممتاز، عارف العامل الصفري اللي مسبب له الصفر سبب المشكله هو اكس ناقص 6، هيبحث عنها، طبعا موجود تحت جاهز. طيب يجي للي فوق هيضرب بسطا ومقاما في مرافق البسط اللي هو اكس زائد 3 ناقص 3، جذر اكس ناقص 3 ناقص 3 هو نفسه، لكن هذا الحد الاول والثاني غير الاشاره اللي بينهم هتبقى موجب 3 اللي بره، والجذر نفسه كما هو. طريقه الضرب عمر ممكن تشرح لنا من اول شلون حليت من اول هذه الخطوه؟ طيب المرافق يعطيني الاول تربيع ناقص الثاني تربيع، هي طريقة الضرب المرافق، الأول تربيع، الأول في الأول يعني أول تربيع. أشيل الجذر، هيشيل إذا عندي الجذر. إكس زائد 3، والثاني التربيع اللي هو 3 يصير ناقص 9. سالب 3 ضرب 3 هيعطيك سالب 9 اللي هو الثاني تربيع، صح. على على اللي تحت خليته زي ما هي، إكس ناقص 6 لأنه هي المعامل الصفري، فما حذفته تمام. أو ما سويت له توزيع، لا لا والمرافق اسوي له توزيع ولا شيء، والمرافق يبقى المرافق كما هو. تمام. ثم حذف بعدين العامل الصفري. طبعا حذف حسب العامل فوق الصفري، 3 ناقص 9 بكم؟ اكس ناقص 6. هيعطي الاكس تنزل وبعدين 3 ناقص 9 سالب 6، وجد هذا هو الحمد لله العامل الصفري، حذفه مع اللي تحت وكان واحد، فبقى له واحد على جذر اكس زائد 3 وبره زائد 3 يبقى يساوي واحد على جذر. الان هيعوض عن الاكس ب 6، يصير 6 زائد 3 9، جذرها 3، 3 زائد 3 6، والبسط كما هو واحد على 6. تمام؟ إجابة رائعة. بس الشيء البسيط بس هنا يا عمر، في الأول في هذه الخطوة تكتب ليميت في الأول، وترجع تكتب هنا ليميت، وترجع تكتب هنا ليميت. بحذف كلمة ليميت في خطوة التعويض بس. زين؟ أحذف كلمة ليميت بس في خطوة إيش؟ التعويض. ماشي شباب؟ فهمنا. نشكر عمر، إجابة صحيحة ورائعة. ونرجع مرة ثانية لعرض الباوربوينت. طيب الان ما من فهم شباب هذه المساله الاخيره؟ يعني لو استطيع واحد لو ترسلوا لي على الشات اذا كان فهمها، اذا كنتوا فهمتوها اكتبوا لي واحد على الشات عشان انا اكتفي بهذا القدر. تمام، شيخ شير الحمد لله فهمها، ومصعب حياك الله مصعب. الباقي لسه طفي، اللي يبغاني اعيدها له يكتب اثنين. تمام، اللي يبغاني اعيدها يكتب اثنين لو في احد محتاج اعادتها. ما في احد. طيب شو اشكركم يا شباب، هكذا احنا خلصنا طريقه الضرب في المرافق او انطاق البسط والمقام لايجاد النهايات. بكره ان شاء الله بناخذ النهايه عند اللا نهايه.
موجب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية للدوال كثيرات الحدود وللدوال الكثرية إن شاء الله، الدوال الكثرية. أراكم على خير بكرة، برسل لكم الآن فيديو أرجو من الجميع مشاهدته لتأكيد الفائدة، وهرسل لكم فيديو هذا الفيديو اللي احنا فيه هذا إن شاء الله على الليل كده. حياكم الله وأراكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.